أهلا بكم. تحيي مصر يوم الشهيد الذي يوافق 9 من شهر مارس من كل عام، احتفالية تحيي خلالها الدولة المصرية ذكرى الشهداء وما قدموه من فضل وجميل لمصر. يوافق يوم الشهيد ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض في عام 1969 حينما توجه للجبهة في اليوم الثاني لحرب الاستنزاف ليتابع نتائج قتال اليوم السابق، وأثناء مروره على القوات في الخطوط الأمامية شمال الإسماعيلية أصيب الفريق رياض إصابة قاتلة بنيران مدفعية العدو أثناء الاشتباك بالنيران، وفارق الحياة خلال نقله إلى مستشفى الإسماعيلية. وخرج الشعب بجميع طوائفه في وداعه مشيعين جثمانه بإجلال واحترام ممزوجين بالحزن العميق. ولد عبد المنعم رياض في 22 أكتوبر من عام 1919 في محافظة الغربية، ويعتبر واحدا من أشهر العسكريين العرب في النصف الثاني من القرن العشرين، حيث شارك في الحرب العالمية الثانية ضد الألمان والإيطاليين بين عامي 1941 و1942، وشارك في حرب فلسطين في عام 1948 والعدوان الثلاثي في عام 1956 وحرب عام 1967 وحرب الاستنزاف. قام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتكريم عبد المنعم رياض، وذلك بمنحه رتبة فريق أول ومنحه وسام نجمة الشرف العسكرية، أرفع وسام عسكري في مصر، وتحول يوم 9 من مارس إلى يوم الشهيد في مصر. ومع امتداد الحروب الحديثة وزيادة الخسائر في الأفراد وصعوبة التعرف على هويتهم، حرصت مصر على إقامة رمز يمجد ذكرى الشهداء ووفاء لمن ضحوا بأرواحهم لنصرة الوطن. وأقامت مصر نصبا تذكاريا يليق بجلال الانتصار ويرسخ تقاليد القوات المسلحة في الوفاء بشهدائها عبر العصور من واقع الحضارة المصرية الخالدة، حيث صمم على شكل هرم خرساني مفرغ على مساحة 10,000 متر مربع وبارتفاع يقدر ب 32 متر، ويتكون من 4 أضلاع لكل منها وجهان مسطحان بمساحة تصل إلى 325 مترا مربعا، وتحتوي كل وجهة على 18 سطرا من الكتابة البارزة سجلت عليها أسماء رمزية لشهداء مصر في مختلف الحروب. كما دفنت رفاة لأحد الشهداء المجهولين داخل النصب ليصير رمزا للجندي المجهول، وتبدأ عنده احتفالات مصر القومية، كما تقصده الزيارات والوفود الأجنبية رفيعة المستوى للوقوف تحية وإجلالا لأرواح الشهداء وقراءة الفاتحة ترحما على أرواحهم. كما أقامت القوات المسلحة نصبا تذكاريا بمقابر شهداء الحروب في المناطق التي قدموا فيها أرواحهم فداء للوطن، فأقامت مقابر لشهداء الجيش الثاني الميداني وأخرى لأبطال أكتوبر من شهداء الجيش الثالث الميداني، ونصبا تذكاريا لشهداء البحرية والدفاع الجوية. كما أقامت المناطق العسكرية نصبا تذكاريا للشهداء من أبناء المحافظات التي تدخل في نطاق تلك المناطق، حيث يقوم القادة والمحافظون بوضع أكاليل الزهور خلال الاحتفالات القومية والأعياد الوطنية المختلفة. وتبقى الشهادة أسمى درجات الفداء من أجل مصر، ويظل الوطن الحصن الذي تجتمع قلوبنا جميعا دفاعا عنه، وتظل راية الوطن خفاقة عالية بتضحيات أبنائها البواسل.